جيت انا اول مسلم دخل على هالبلد لهون. الله اكبر. بلش الحنب بالحج من بعد ما خلصت الشغل وطلعت على التقاعد. انا سمعت من الحاج بس كون عندنا صغير كتير لازم نروح على الحاج. اطهر مطرح على وجه الارض شعور لا يقدر، شعور لا يقدر. انا فرحان كتير كتير اللي راح الحاج، الحمد لله. اكثر شيء اطلب الاخرة الصالحة والمغفرة من الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صار لي في البرازيل 64 سنة. اسمي خليل حسن بركات، ولدت في لبنان في السلطان يعقوب التحتي عام 1943. الحاج خليل الذي تجاوز 80 من عمره في مدينة أوباتوبا بالبرازيل ما زال لم يحقق حلماً راوده منذ الشباب. أحسن أيام العمر، أحسن أيام العمر يوم الحج. قضى الحاج خليل جل حياته في البرازيل، إلا أن رؤية بيت الله الحرام كانت حلماً لم يفارقه يوماً. وحينما بدأت أعماله في الاستقرار بدأ يتفرغ لحلمه الحقيقي. بلش الحلم بالحج من بعد ما خلصت الشغل وطلعت على التقاعد، وقفت العمل والحج نامود إلا زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. رغم أن الحاج خليل ترك لبنان في سن 16، إلا أن فكرة الحج كانت تراوده منذ الصغر قبل حتى أن يعرف البرازيل. نحن أهل بلدنا كل لبنان على طول في إسلام ونصارى. بلدنا نحن كل مسلمين. وعالم كثير تروح الحاج وتجيب لنا هدايا من الحاج ونبسط بالحاج. وكنت صغير أنا، ولكن أنا كنت أطلب من الله سبحانه وتعالى إنه الله يتعامل الحاج. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يفتخر الحاج خليل بأنه أول مسلم دخل مدينة أوباتوبا، فكما يصلي اليوم مع عائلته لا ينسى كيف كان يصلي مع أصدقائه في البيوت قبل أن يؤسس مكاناً لعبادة المسلمين. جيت أنا أول مسلم دخل على هالبلد لهون، بعدين إجينا شباب هون. الله أكبر. وصلنا نجتمع ونصلي بيوم بيتنا يوم بيت، ونصلي الجمعة بالبيت. والله بعد مدي قلت لهم، تشورت أنا وياهم واستأجرت أنا صالة وسويناها ومنصلي فيها بعد ما وجدوا لحد اليوم. صلي 4 سنين مستأجر الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم عنا ولا تعن علينا وأكرمنا ولا تهنا وأعطينا ولا تحرمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الرسل الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من القرآن إلى الدعاء إلى كافة الشعائر، حرص الحاج خليل على هوية الإسلام داخل بيته، لذلك تزوج بامرأة مسلمة يذكر لها كل الفضل في تعليم الدين لأبنائهم. زوجتي الله يرحمها كانت متعلمة ودرست منيح وربيتنا على التربية، كانت تعلمهم. اشتريت لوح حطيته هون، كل يوم يجي من المدرسة البرازيلية تغديه هون وتمسك الطبشورة وتكتبهم العربي وتعلمهم عن الدين وعن أصول الدين وعن الحياة وعن الصدق وعن الكذب. زوجة الحاج خليل رحمها الله كانت هي المرأة العظيمة التي وقفت خلفه ليكون الرجل الذي هو عليه الآن، وليكون أبناؤها على ما هم عليه اليوم. تكتبهم عربي وتقريهم عربي وكل شيء، تعلمهم القرآن وتدرسهم بالعربي، حفظتهم العربي. ولكني من كبر صار شبه، بتعرف الشبه هم البرازيل سبحان الله، ولكن لا على الصغر علمتهم. مثل العادات القديمة، منزل الحاج خليل ما زال عامراً يحتضن أبناءه وأحفاده تحت سقف واحد، يتحدثون بلغتين أحياناً. أنا اسمي أحمد بركات، أنا برازيلي أصلي لبناني، عمري 50 سنة، خلقان أنا هون ببرازيل وبطوبة، بشتغل أنا بالتجارة. أنا فرحان كتير 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 يلو راح الحاج، الحمد لله، وإن شاء الله إن شاء الله يكون مقبول. واحد من اثنين من أبناء الحاج خليل ممن سيرافقانه في رحلة هذا العام، وقد نجحت أم أحمد رحمها الله في أن تزرع فيهما شوقاً حقيقياً لزيارة بيت الله الحرام. أنا سمعت من حاج بس كون أنا صغير كتير، أمي كان كتير دينة هي، وكان بحكيني أنا شو الحاج وكيف بنروه وكين لازم نروح على الحاج. التقاليد الإسلامية الأصيلة تتنقل من جيل إلى جيل في بيت الحاج خليل، فهذا ابنه ينقل الراية إلى الأحفاد. إن شاء الله إن شاء الله قريب بدي شوف حسن ومحمد وسمار وليدي كله روح على الحاج، وإن شاء الله أنا كمان بروح معه مثل اللي عم بروح بي وأنا وخي محمد الحاج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خير خلف لخير سلف، هكذا يمكن وصف عائلة الحاج خليل، فذريته تتناقل نفس نهج التربية والنتيجة. هذا الحفيد التواق للسير على خطى والده وجده. أنا اسمي حسن أحمد بركات، من بطوبة برازيل، صار دور بي روح إسا، وإن شاء الله أنا كمان بدي روح مع بي، نجتمع نعمل الحاج مع بعضنا. أنت حكى شيء من أنت عربي شو؟ إلى حالة بجد؟ إيمان ابنة الحاج خليل
ترى أن هذه الرحلة ستكون مميزة جداً لوالدها وإخوتها، خاصة وأنهم ينفذون وصية أمها الراحلة. Estou super feliz que eles estão indo juntos, meu pai e meus irmãos, para o Hajj, porque, na verdade, era um desejo muito da minha mãe que eles fossem juntos, né? Há muitos anos atrás, ela já tinha recomendado para eles, no dia que eu fosse morrer, você fosse... falou para o filho mais velho, você vai no meu lugar, ou, no caso, meu irmão Ahmed. ستيفاني زوجة ابن الحاج خليل هي الأخرى تعرف شيئاً أو اثنين عن شعائر الحج. Meu nome é Stephanie Barakat, eu tenho 25 anos. Atualmente eu trabalho na loja com meu marido e desde que eu conheci, ele me fala sobre o Hajj, né, que essa viagem é muito importante na vida de um muçulmano. ستيفاني تدرك قيمة هذه الرحلة بالنسبة لزوجها وعائلته، لا بل تعرف بعض الفوائد الروحانية لرحلة الحج. E esse ano de 2024 ele conseguiu se organizar para que esse sonho seja realizado e eu estou muito feliz. Eu espero que esse momento seja de renovação de fé, uma renovação com ele mesmo, que ele absorva muitas coisas boas, conheça pessoas que ensine coisas boas para ele também. Ele está indo na companhia do pai e do irmão, né? Eu acho isso maravilhoso. Eles vão fazer companhia um para o outro. O pai dele já tem experiência, o irmão também. Eu acho que ele não vai ficar tão perdido, né? Vai ser mais confortável esse momento. Eu estou já morrendo de saudades, mas eu estou muito feliz. بالفعل ستشتاق ستيفاني لزوجها، ولكنها مطمئنة لأنه سيكون مع كبير العائلة. فالحاج خليل يفخر بأنه سيحج هذا العام مع أبنائه. الحمد لله إنه خير بتلاقي خير، كل شيء بتشتغل بنصاحة وبصدق ربنا سبحانه وتعالى ما بتركك. بدك أطي من هالرحلة وأحسن من هالرحلة تروح أنت وشباب اثنين، واحد على يمينك وواحد على شمالك، ويأخذوك على الحاج ويجيبوك. هذه سعادة لا تقدر ولا تعد، والحمد لله رب العالمين. بتمنى لكل مسلم يروح على الحج. أكثر شيء أطلب الآخرة الصالحة والمغفرة من الله. لا يحتاج الحاج خليل لمن يدله على ما سيضعه في الحقائب، فقد عاش هذه اللحظات في خياله لسنين طوال. أتت لحظة الانطلاق إلى حيث تتوق القلوب وتشخص الأبصار، إلى بيت الله الحرام. وصلت عائلة الحاج خليل إلى مكة المكرمة. إنهم لا يدخرون وقتا، فالشوق يحدوهم إلى الكعبة. وها هو بركات الابن يلبس والده ثياب الإحرام. نظرات الحاج خليل تقول الكثير. أطهر مطرح على وجه الأرض واستقبال حلو، حراس ومن أمان. في طريقهم إلى الحرم، عيون عائلة الحاج خليل مسلطة على النوافذ تلتهم كل ما ترى، مزيج من السعادة والتوتر،
فعيونهم تشخص إلى اللقاء الموعود. لقد وصلوا أخيراً، خطوات قليلة يمشيها الحاج خليل على عتبات مبتغاه كما تخيلها تماماً، الأب مع ابنه وأيديهما متشابكة إلى أطهر بقاع الأرض، يقف برهة ليتأمل الموقف. وقل فتى الحرام، أكثر شيء أطلب الأخيرة الصالحة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى والنجاة من النار. ها هو يحصد ثمار ما زرع طوال سنوات، يصلي صلاته التي حلم بها أمام الكعبة كتفا بكتف مع ولده. أحسن مطرح بالكون كله هي هناك، شعار لا يقدر، سبحان الله. تماماً كما رآها الحاج خليل في مخيلته، شعور لا يوصف، الطواف الأول، القلوب الصافية والأبدان تقشعر والدعاء الصادق لرفيقة الدرب. دعيلنا دعاء دعاء، تقول لي دعاء دعاء، قبل ما توفى طلبت مني أن نعمل لها حجة، وهالحجة على حصير. بالفعل اليوم الحاج خليل أبر بوعده لزوجته الراحلة، وهذا ابنه يبر والده في أطهر بقاع الأرض، وكلاهما أبرا ربهما سبحانه وتعالى بتلبية النداء. بعد الانتهاء من الطواف يتابع الحاج خليل مناسك الحج مع ولده، ها هما يقومان بالسعي بين الصفا والمروة، ورغم سن الحاج خليل إلا أنه أصر على المشي في هذه الشعيرة. مع إشراقة صباح الثامن من ذي الحجة يصل الحاج خليل إلى مشعر منى ليبدأ مع الحجاج أعظم رحلة إيمانية. في وادي منى هناك أكبر مدينة خيام آمنة بالعالم، مجهزة بأفضل وسائل الراحة لخدمة حجاج بيت الله، حيث سيقضي ضيوف الرحمن يوم التروية. بسكينة وخشوع يستهل الحاج خليل يومه بالصلاة جماعة داخل إحدى الخيام، حيث يتوجب على الحجاج أداء 5 صلوات تبدأ بالظهر وحتى فجر اليوم التالي. مع صباح 9 من ذي الحجة يستيقظ الحاج خليل بنشاط وسط مجموعته، ينتظره اليوم أداء الركن الأعظم، الوقوف بعرفة. بركات الابن، الابن البار الذي له من اسمه نصيب، دائما ما رأيناه ماشيا في ظهر أبيه حاملا كلتا الحقيبتين ليفرح قلب والده بتحقيقه حلما آخر كان في مخيلته. بهدوء وسكينة تفرضها روحانية المكان، يرتقيان الحافلة ومع مجموع زوار بيت الله يصدحون بصوت واحد موحدين ملبين لله عز وجل. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك. إنها 6 صباحا ومع طلوع الشمس طوال الكيلومترات 10 التالية لم يتوقف لسان الحاج خليل عن التلبية طوال الطريق إلى عرفات. بقيت عيون الحاج خليل على الطريق فيما تشق حافلته دربها بهدوء بين جموع الحجاج الراجلين
الذين مشى بعضهم على أطول ممر مشاة في العالم بطول 25 كيلومترا بين عرفات ومنى مروراً بمزدلفة. متجرداً من كل متاع الدنيا، يترجل الحاج خليل من حافلته ويكمل المسير مرة أخرى على قدميه المتعبتين. على الأرائك داخل خيمته سيقضي الحاج خليل يومه حتى المغيب، وبعيونه الشاردة يكمل التلبية والتكبير بانتظار التفرغ للدعاء. بخشوع شديد يصلي الحاج خليل صلاتي الظهر والعصر مع مجموع الحجاج. هذه الصلاة تصفو فيها القلوب إلى ربها فيما تستمر الألسن تلهج بالتلبية. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وعيون الحاج خليل المترقرقتين بالدموع تقولان أكثر بكثير مما تصفه الكلمات. حتى الزوال ترتفع الأكف تضرعاً إلى الله عز وجل. بركات الابن هو الآخر يلهج بالدعاء مع مجموع المؤمنين، كيف لا وقد جعل الله هذا اليوم باباً للرحمة والمغفرة. كتفاً بكتف مع إخوته في الدين يحث الحاج خليل خطاه نحو الحافلات لينفر الجميع نحو مزدلفة. ما إن وطئت قدماه أرض مزدلفة حتى سارع الحاج في جمع 7 حصيات والتي سيرميها اليوم التالي في جمرة العقبة. بخطاه المتثاقلة يمشي الحاج خليل نحو جموع البشر، إنهم يصلون المغرب والعشاء جمعاً وقصراً. وفيما يفترش الحجيج أرض مزدلفة ينتظرون بفارغ الصبر صباح يوم العيد الذي ومع نهايته سيعلن ولادة كل حاج من جديد كيوم ولدتهم أمهاتهم. عيد الأضحى يهل حاملاً البشائر لزوار بيت الله الحرام. لقد أضحى الحاج خليل بصحيفة بيضاء بعد أن حقق حلمه أخيراً. علوم تحقق الحلم، الحمد لله تحقق الحلم، حلم كبير 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 أجر كبير عند الله، الحمد لله. الحاج خليل الرجل الدمث ذو القلب الطيب والذي أحبه كل من عرفه، رغم تعبه لم ينسى القائمين على خدمته من الكلمة الطيبة، وإن تلعثم لسانه بعبارات ثقيلة لكنها كانت من أعماق قلبه. شكرت كلكم والله يحفظكم ويجزيكم بعملكم الصالح. ما سوينا فيها؟ سويت كثير، سويت كثير، الله يعطيك العافية، الله يوفقك تعبكم يا رب، يا ريت كل العالم يترككم، الحمد لله. سيعود الحاج خليل إلى وطنه محملاً بخزين من الذكريات الروحانية الجميلة، آملاً أن تزداد صحيفته بياضاً عند ربه عز وجل. جاء إلى بيت الله ناسياً الدنيا وما فيها، ملبياً لنداء ربه، باراً بوعده لزوجته الراحلة التي كانت تملأ حياته. أطلب من الله أن يكون دمه مغفوراً، حجه مغفوراً، ويستقبلني ربي برحمته ويطعمني لآخرة الصلاة.